نبدأ الشيخ ولا كيف؟ نبدأ؟ إن شاء الله. أوكي بعد فوق بعد تجينا الصلاة والصلاة يزورت في ليلة الشيخ علاء الغزاوي بارك الله فيه prepare for the صلاة. استو اعتدلوا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. استشار اصلح في البيت. Dear brothers and sisters, remain seated and silent, for the Eid Khutbah will be presented by Sheikh Khalid Hassan Isa, barakallahu fihi.
move the podium. Do you need me to move it, center it? How's the position of it? Good? يعني هناك رجاء، يعني نرجو من الإخوة الذين يستمعون للخطبة باللغة العربية أن يجلسوا ويستمعوا للخطبة باللغة الإنجليزية. يعني كلا الخطبتين لن تتجاوز 20 دقيقة بمشيئة الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الصائمون، إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم. في هذا اليوم يفرح الذين جدوا واجتهدوا في رمضان. سبق قوم ففازوا، وتأخر آخرون فخابوا. في هذا اليوم يفرح المصلون، ويندم الكسالى النائمون، العابثون اللاعبون. في هذا اليوم يسر المتصدقون الخاشعون المخبتون، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فكم من قائم لم يعتد القيامة قام رمضان كاملا، وكم من منفق جادت نفسه في هذا الشهر فأعطى يمينا وشمالا وبين يديه، أعطى مما أعطاه الله، وأنفق مما خوله الله. فهنيئا لهم ما أعد الله لهم من الأجر والثواب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. لا بد للمطيع أن يثاب، ولا بد للصائم أن يفرح. وعد وعد الله سبحانه وتعالى به الصائمين. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة،
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخنوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. تصور نفسك أيها الصائم حينما تقف بين يدي الديان تبارك وتعالى يوم القيامة، فيعرض عليك سجلاتك التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فتجدها مليئة بجبال من الحسنات التي أكرمك بها جزاء على صيامك وصلاتك وزكاتك وصدقتك وبرك بوالديك وصلة الرحم ورحمتك بالضعفاء والمساكين واليتامى. لكنك مع هذا فإن خوفا يساورك على ما اقترفت من ذنوب وخطايا، وتخشى أن تأكل حسناتك أكلا، فلا تدري إلا وينبري لك صيامك وقراءتك للقرآن فيشفعان لك ويطلبان من العفو الغفور أن يعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه الإمام أحمد. أيها الناس، عليكم بالسنة والجماعة، فهما حصن لمن تحصن بهما، وهما حبل نجاة لمن استمسك بهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه، وأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحد لا يختلف فيه الفرض، وواجب قبول الخبر عن رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. عباد الله، وعليكم بالجماعة، فقد أمركم نبيكم بالجماعة وحذركم من الفرقة. أخرج الإمام الترمذي بسنده أن عمر خطبهم بالجابية فقال: أيها الناس، إني قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب
حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وأخرج الإمام أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise are due to Allah, Lord of the worlds. And may the peace and blessings of Allah be upon His servant and messenger Muhammad, and upon his family and companions all together. As to what follows, O fasting people, that this day of yours is a great day and an honorable, holy day. On this day, those who exerted effort in Ramadan will rejoice. Some tried hard and so they won. Others sat back and so they lost. On this day, those who prayed will rejoice. Those who were lazy and slept and played will be in a state of regret. On this day, those who gave charity, those who were devout, will be pleased. Those that Allah describes, they abandoned their beds, invoking their Lord with hope and fear, and donate from what we have provided for them. How many people stood to pray who don't usually pray at night? It is recorded for them that they stood the entire night of Ramadan. How many people donated who had generous souls in this month? And so they gave right and left and in front from what Allah has given him and blessed him to give. Congratulations to them for what Allah has prepared for them of reward. Allah Ta'ala, He says, no soul can imagine what delights are kept in store for them as a reward for what they used to do. The obedient must be rewarded. The fasting person must rejoice in the promise that Allah promised the fasting people. It is narrated by Imam al-Bukhari and Muslim from Abu Hurairah, by Allah Ta'ala be pleased with him, who said, the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, Allah the Almighty says, every action of the son of Adam is for him, except for fasting. It is for me and I will reward for it. Fasting is a shield. So if it is a day of fasting for one of you, he should not be obscene nor aggressive. If someone curses him or fights him, he should say, I am fasting. By the one in whose hand Muhammad's soul is in, the smell of the mouth of a fasting person is better with Allah than the smell of musk. For the fasting person, there are two joys that he rejoices in. When he breaks his fast, he rejoices. And when he meets his Lord, he rejoices in his fasting. Imagine yourself, O fasting person, when you stand before Allah, glory be to Him, on the Day of Judgment, and He will present to you your records that do not miss any small or great deed except it counts it. You find your record filled with mountains of good deeds that He has bestowed upon you as a reward for your fasting, for your prayers, for your charity, for your donations, for your good treatment of your parents, your kindness to your relatives, your mercy towards the weak, the needy and the orphans. But with all of that,
The fear overshadows you due to what you have committed of sins and wrongdoings. You fear that they will consume your good deeds. Perhaps your fasting and your reading of the Quran will intercede for you and ask the all-pardoning, the all-forgiving to pardon you and forgive your sins. The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, the fasting and the Quran will both intercede for a servant. Fasting will say, my Lord, I prevented him from food and desires during the day, so allow me to intercede for him. The Quran will say, I prevented him from sleep at night, so allow me to intercede for him. And so they will both be permitted to intercede. And this is recorded by Imam Ahmad. O people, abide by the sunnah, the prophetic tradition, and abide by the jama'ah, the Muslim community, for they are a fortress for one who seeks protection in them. They are the rope of savior for the one who holds on to them both. Narrated by Abu Hurairah, that the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, everyone of my nation will enter paradise except the one who refuses. They said, and who would refuse? He said, whoever obeys me will enter paradise, and whoever disobeys me has refused. And this is collected by Imam al-Bukhari. Imam al-Shafi'i rahimahullah, he said, never have I heard of anyone that people attribute him or he attributes himself to the field of Islamic knowledge differ in the fact that the obligation of Allah the Almighty is to follow the command of the Messenger of Allah and to submit to his ruling, and that Allah the Almighty has not made any exception for anyone after him, but that they must follow him. And that the saying of any person is not absolutely binding except with the Book of Allah and the Sunnah of his Messenger. And what is beside them both is dependent on them both. And the obligation of Allah that is binding upon us and those after us and those before us is to accept the reports narrated from the Messenger of Allah is one and the same. This obligation does not change over time. That is the duty, that it is the duty to accept the narration of the Messenger of Allah. End quote. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah, he said, Allah has indeed commanded the obedience of his messenger in more than 30 places in the Quran, and he coupled his obedience with his obedience and coupled his disobedience with his disobedience as he coupled his name with his name. Never is Allah mentioned except he sallallahu alayhi wa sallam is mentioned with him. Also, my dear brothers and sisters, abide by the jama'ah, the community of the Muslims. For your Prophet has commanded you to abide by the jama'ah and warned against division. It was narrated by Imam al-Tirmidhi that Umar radiallahu anhu addressed the people in a sermon in Al-Jabiyyah, and he said, O people, I stand before you as the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, stood before us. And he said, I command you to follow my companions, then those that come after them, then those that come after them. Then after that, lying will become rampant until you find a man making an oath and he isn't asked to make an oath. And a witness will bear witness and he isn't asked to bear witness. Indeed, never is a man alone with a woman except the third is the devil. Binding upon you is to adhere to the jama'ah and beware of splitting. For the devil is with the one who is alone, and with two he is further away. Whoever of you would like to be in the center of paradise, let him adhere to the jama'ah. And whoever is happy with his good deed and unhappy with his bad deed, for that is the true believer. Abu Dawood narrates from Abu Darda, may Allah be pleased with him. He said, I heard the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, say, never is there three residing in a town or even nomads that prayer is not established among them except that the devil has overcome them. Binding upon you is to adhere to the jama'ah, for verily the wolf eats from the lone sheep. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us our good deeds that we have performed in Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins and our shortcomings.
May Allah subhanahu wa ta'ala keep us steadfast upon Islam. Make us of those who uphold the Quran and the Sunnah and stick to the Jama'ah of the Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala give victory and strength and overcome all oppression and wrongdoing to the Muslim Ummah here and all over the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bring happiness and joy to your Eid, to you and your family. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.